نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام لتنقيبات للآثار القديمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام لتنقيبات للآثار القديمة في عدة دول إسلامية وذلك منهم، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من إحياء آثار الجاهلية؟ قامت إيش؟ صلى الله عليكم. يقول: قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام لتنقيبات للآثار القديمة في عدة دول إسلامية، ما حكم هذا العمل؟ وهل هو من إحياء آثار الجاهلية؟ إن كان فيه عرض للأصنام والمعبودات من دون الله، نعم، هذا إحياء لأمور الجاهلية. ما إن كان مجرد مباني أو مجرد آبار أو أشياء لا تعبد من دون الله، الأمر في هذا سهل. نعم، ولكن ينبغي أن يكون هذا للاعتبار، هم لمجرد الاطلاع أو الإعجاب بحضارتهم أو قوتهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة. أما الأصنام فلا يجوز بحثها ولا إخراجها ولا نشرها في الفضائيات ولا غيرها، لأن هذا إحياء للأصنام، وربما أو أن هذا متأكد أن بعض الناس سيميل إليها ويتأثر بها، فهذا يكون من الدعوة إلى الشرك ومن وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، حطمها وأرسل أصحابه إلى تحطيم الأوثان التي هي خارج مكة كاللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى، ما قال تبقى على أنها ثار، بل أمر بتحطيمها، حتى إن أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم في تحطيم اللات مهلة يسيرة، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى أن يمهلهم وأمر بتحطيم اللات، وأرسل إليها أبا سفيان والمغيرة بن شعبة فهدمها، لم يمهلهم، دل على أنه لا يجوز الإبقاء على الأصنام بل يجب إتلافها، فضلا عن البحث عنها وإظهارها للناس. نعم.